الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. أكيد طلع معكم إنه هذا القبر هو قبر أبو مرتاح الله يرحمه، مو هيك؟ والله ما بقدر نقرر حتى نزور القبر الثاني اللي بضيعت عش الدبور، بعدين بنعطيكم خبر. شو عليه؟ شباب ولا يهمكم، شو ما بدهم يقرروا يقرروا، بس أكيد أكيد هذا القبر قبر أبو مرتاح. الله يرحمك يا أبو مرتاح. طلع معهم يطلع قبر ابو مرتاح هون وراح يضل هون. يا حيف عليكم ابو مرتاح. ابو مرتاح وين مدفون؟ وين قبره يا اخوان؟ ماني سامع عنا بالجربانية.